الطريق المظبوط لحل الموضوع هو استقالة الأطراف المعنية بالقضاء، ويرجع المجلس القضاء الأعلى ووزير العدل يتلقفوا الموضوع بإعادة تنشيط الموضوع. مين الأطراف المعنية استقالتها لواء يعني؟ مدعم تمييز، هذا شيء طبيعي. أوكي. المحقق العدلي بصراحة صار وضعه اليوم، أنا راضي بيطار أو غيره بقدرهم بالظروف اللي عم يشتغلوا فيها واللي هي ما فيها قانون ولا فيها شيء، ولكن بالمطبات اللي صار واصل فيها، وأنا من الأشخاص اللي قلت أنا عندي ثقة فيه، ما من عم بحكي على تفاصيل معينة لأعمل إباني، عم بحكي عن آخر حدث. آخر حدث في دعسات هون وفي دعسات هون، والمطلوب إنقاذ العدالة وإنقاذ هيبة القضاء وإنقاذ الدولة، وبنفس الوقت إنقاذ الحق تبع أهالي الضحايا. شو بكون لازم ينعمل؟ لازم في قضاة من أشرف القضاة، عندنا قضاة من أعلم وأشرف القضاة بالهيدا، بيجوا بياخذوا المبادرة، لأنه بالنهاية أيا تكن إذا اعتبرنا نسبة الخطأ عند القاضي بيطار بالإخراج هي 10% بالإخراج بسميها مش بالقانون، وإذا هونيك 90% بالقانون، يا خي صاروا هالمعادلة ما بدنا من رابح من خاسر، لأنه وراء كل واحد صار في اصطفافات سياسية راح تعقد أكثر وتوقف الموضوع لمدى زمني أبعد. فلنصل إلى نتيجة، شو بتكون النتيجة؟ يعين محقق عدلي موثوق بمعنى، وفي ناس أكفياء بالموضوع هيدا، وبفلوا اثنين بيستقيلوا عن المواقع تبعهم، وساعتها نرجع من جديد، بس الملف تكون. هلا تقديري أنا شو بيقول؟ تقديري إنه القاضي بيطار لما تحت ضغط الموجود على من الأهالي من ميل لتحريك الملف، ومن أهالي الموقوفين من تاني ميل، هو خلص ملفه، هو خلص تحقيقاته. هو بالمرة الماضية قبل ما توقف تحقيقاته استدعى مسؤولين أمنيين وقضائيين وسياسيين ما أجوا لعنده. هالمرة شو عمل؟ عمل مذكرات توقيف فيهم، طلب كمدعى عليهم، مش مذكرات توقيف، كمدعى عليهم. كمدعى عليهم ما أجوا، بيقدر يقفل الملف بمذكرات أو عدم مذكرات توقيف، ويبعث ملفه خالص مع قرار ظني للمجلس العدلي. وبعتقد هو عملها الشهرين ثلاثة الأربعة اللي كان معطل، كان عم يشتغل قرار ظني أنا أكيد. بيقيلوا الخطوة الأخيرة منها، إنما دمجوا الأمور ببعضها، يعني لو إجا وأخلى سبيل بس هو الخمسة وفل، كانت طبيعية القصة مقبولة على أساس قدر، وفي دفعة تانية ممكن يطلعها بعدين ما في مشكلة، طالما القضاء كله معطل وهو رهائن بيقدر يطلعهم. لكن لما أضيف لإلها هون، القضاء مش بس نصوص، القضاء فيها تحكيم منطقي وعقلي للموضوع، حط بظهر يعني افترضي أنا اسمي بيطار طلعت الخمسة وبعتها لعند عويدات، ما هيك؟ رح يكون محرج عويدات إنه ما يطلعون، بس لما بطلع على الخمسة وبحط بستدعي كل هالعشرين واحد والخمستاشر واحد بالموضوع، بكون عم تقل على القرار تبعي كل الموضوع، وبالتالي فت القضية صار عيارة أكبر من عيار التقني أو القانون اللي بينشغل هون. النقطة أنا بقولها إنه فليذهبوا وليكن هنالك، ما بتضيع الحقوق، لأنه هو تقريبا لما بيوصل على ملف معين ينطلق القاضي الآخر البديل من الملف، وأصلا مدعم تمييز ما له علاقة مطلقا بالتحقيق، غير أنه بيطلع على التحقيقات تبع المحقق العدلي، بس ما له حق أنه بس هون لواء عندنا مشكلة كمان، أنه من يعين المحقق العدلي هو مجلس الوزراء اليوم طبيعي. إذا في حال بخطوة فردية القاضي بيطار قال أنه أنا مستقيل من هيدا الملف، والقاضي عويدات قال كمان أنا مستقيل، هل هذا الموضوع هيدا الملف يعني مات يعني أقفل؟ هل هذا الموضوع من المواضيع الملحة والطارئة أم لا؟ بصير في مشكلة، هو في مواضيع ملحة وما عم يجتمع الحكومة كلها عليها، ملحة أو طارئة؟ يعني انفجار 240 شهيد دمر نص بيروت، يعني كل التعقيدات اللي فيه وكل التشعبات اللي فيه، لا يعتبر ملحا أن يصل بعد أن يصل إلى قرار ظني ونبدأ بمرحلة المحاكمة؟ بلا، بيقدر. هي مسألة مين بيبدأ بالاقتراح للمحاكمة إذا استقالوا؟ أنا ما بعتقد رح يستقال، بعتقد أنه إذا بدي أخذ السياق للسلوك اللي عمله العملي، بعتقد رح يصدر قرار ظني، وإذا صدر قرار ظني
رح يكون صرنا بإطار تاني، وهل هذا القرار شرعي وغير شرعي، بده يفوتوا بالموضوع أكبر. مواجهة وانفلات يمكن بالشارع أو لا ما الشارع سنعري. الشارع ما خصه، الشارع بالطبيعة في تعابير معينة من الأهالي واني محقين فيها، مجروحين الجماعة، وقلت أنا بالفترة السابقة أنه المجروح ما بينعتب عليه مرات حتى لو شلف كلام فوق السطوح، إنما المسألة المركزية هي أن يستمر التحقيق للوصول إلى قرار ظني. السؤال بهالمناخات، هل أصبح ممكنا لقاضي محامي العدل أن يأخذ التحقيق بما حضر ويقول هيدا قرار الظني ويبعته، وشو التوابع تبع هالموضوع؟ أم هل في مبادرة من القضاة أنفسهم وساعتها بتنقل الطابق إلى وزير العدل، وزير العدل هو يقترح المحقق العدلي وأسمائه على مين؟ على المجلس الأعلى للقضاء. إذا وافقوا عليه بيرفع على مجلس الوزراء لإقرار تعيينه، مش مجلس الوزراء بعينه. إذا بتضل القضية ضمن سقف وزارة العدل لاقتراح البديل. في هالطريقين هودي، وكل طريق منهم بالطبع له تشعباته وله صعوباته، بس إذا بدك تطلعي من هالمراوحة من هالجو المسموم بالقضاء وبنفس الوقت تعملي تصحيح معنوي لمسلكية القضاء بالتدخل الأخير الخارجي اللي حصل بالموضوع، يجب على القضاة نفسهم أنه يأخذوا المبادرة، ساعتها بتمشي بسياق طبيعي. ولما المجلس أعلى للقضاء بيوافق على اقتراح الاسم أو الاسمين اللي بيعطوا وزير العدل، ساعتها تلقائيا بصير قضية مجلس الوزراء، مش قضية مصرية، قضية تقنية طارئة ممكن تعيين. أما مثل ما أنا شايف، يعني إن شاء الله يكون تقديري غلط، قد يذهب المحقق العدلي إلى تقديم قرار ظني بالشكل اللي خالص فيه، واللي ما حضروا عنده له حق بالقانون يدعي عليهم ويبعث الملف كله على المجلس العدلي. ساعتها يصبح الملف في عهدة المحكمة، لأن المجلس العدلي هو المحكمة وبيضم كل رؤساء غرف التمييز الموجودة على مستوى المجلس الأعلى للقضاء.